السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على محمد. عندنا حل تمارين يونت 4 favorite pastime. Exercise 1, look at the photos, answer the questions, use the words in the box. شفتوا هذه الكلمات بنستعملها بنربطها مع الصور المناسبة. مثلا هنا عندنا 1, عندنا هنا كاتبين مثال. What do they do on vacation? ماذا يفعلون on vacation? صورة 1. They usually eat out. من وين أنا جبت usually eat out؟ من هنا. شو هنا usually eat out. هنا تتعلم كيف أنه موقع الـ usually والـ always frequent words تجي قبل الفعل. One, what does Fawaz do after school؟ فواز شو يسوي؟ صورة one. Always works out. لاحظ أضفنا s ليه؟ لأنه he مفرد. He always works out. What does Kim do in her free time? She تسوي free time. صورة ثالثة. She sometimes paints. ترسم. شوف الفعل أضفنا له is لأنها she. What do they do on vacation in the winter? في الشتاء وش يسوون؟ They usually travel. إنهم يسافرون إلى in the mountain يعني الجبال. What does عمر do on weekend? شو يسوون عمر؟ He knows how to take photos. يتعلم أو يعرف كيف يلتقط الصور. Exercise B, write sentence with know how to. يعني جمل يعني يعرفون أن يفعلوا هذا الشيء. عندنا هنا المثال الأول. He is a pilot. هو طيار. He knows how to fly. يعني هو يعرف أنه يطير الطيارة. شو نلاحظ هنا know أخذت عشان الضمير هي. He is a chef. نشوف الصورة 1. He knows how to cook. يعرف يطبخ. He is an architect. يعني هو مهندس. He knows how to design house. هو مصمم. يعرف إنه يصمم المنازل. 3. صورة 3. They are golf player. هم لاعبين golf. They know how to play golf. 4. He is an English teacher. He knows how to speak English. He is a photographer. He knows how to take a photo of photos. Okay. وش لاحظنا؟ لاحظنا هذه الكلمة know how to تجي بعد الفاعل، وإذا الفاعل ضمير مفرد زي she و he نضيف s للفعل، وبعد to الفعل يكون مجرد زي cook, design, play, speak, take من بدون s بدون ing بدون ولا إضافة. Exercise C, write sentence with know how to. نكتب جمل إني أعرف أنا أفعل هذا الشيء. Write about yourself. Use the words in the box. Or your own idea ولا أفكارك. نستعمل هذه الأفعال اللي في البوكس هذه على أني مثلا عندنا هنا العمود هذا things I know how to do يعني أشياء أنا أعرف أسويها، والثاني things I don't know how to do يعني أشياء أنا ما أعرف أسويها. Speak English هنا أو هنا، مثلا إذا تعرف تتكلم إنجليزي اكتبها هنا speak English. Play volleyball اللي الكرة الطائرة هنا أو هنا. Cook مثلا أنا بكتب هنا cook. Paint ورسم بكتب أنا paint. Ride a bike ركوب الدراجة هنا أو هنا. Use a computer هنا أو هنا. هل تتقنها؟ يعني هذه الأشياء اللي أنت تعرفها، هذه الأشياء اللي ما تعرفها. Exercise D, complete the question and answer how often. يعني بنجاوب حنا هذه الأسئلة على حسب هذا الجدول. هل هو every day كل يوم، ولا once a week يعني مرة في الأسبوع، ولا twice a week يعني مرتين في الأسبوع، ولا three times in a week يعني ثلاث مرات في الأسبوع. احفظ once يعني one time، twice يعني two time، three times يعني ثلاث مرات. اوكي عندنا هذه الافعال. play speak English يتحدث الانجليزي. play football يلعب كرة القدم. visit relatives يعني يزور اقاربه. read the Quran يقرا القرآن. clean my room اني انظف غرفتي. وهنا ايام الاسبوع. اوكي سبع ايام. نشوف هنا ابراهيم how often do you read the whole Quran. I read the whole Quran يعني كم مرة. هنا how often يعني كم عدد المرات اللي أنت تقرأ فيها القرآن. قال هنا every day يعني كل يوم. نلاحظ read قرآن شوفوه ماخذ كله صح. صح بتكون إيش every day يعني كل يوم. two how often do you speak English. كم عادة أو كم مرة تتحدث الإنجليزي. do you speak English إنها كل يوم فتصير I speak English every day يعني كل يوم. How often do you visit your relatives؟ يعني كم مرة تزور أقاربك؟ نشوف هنا إنه two time يعني بس مرتين بالأسبوع. I visit relatives يعني أزور أقاربي twice a week يعني مرتين في الأسبوع. 6. How often do you play football؟ كم عدد المرات اللي أنت تلعب فيها football؟ نشوف الفوتبول
every day كل يوم. I play football every day يعني كل يوم. 8 how often do you clean your room؟ كم عادة أنت تنظف غرفتك؟ شوف clean room بس مرة في الأسبوع. I clean my room once a week يعني مرة واحدة في الأسبوع. Exercise E هنا موقع الأدفيرب frequency إيه always ونيفر وsometimes وين موقعها؟ تكون قبل الفعل يعني وين الفعل بالجملة إحنا بنضع قبله. زي هنا عندنا usually I drink هذه الجملة I drink a lot of coffee. قال أضيف usually وموقعها قبل الفعل وين الفعل هذا هو drink فيكون I usually drink. We eat at the food court in the mall. We eat هنا الفعل فيكون هنا often نكتب هنا often. هذا كيف نستفيد منه لو بذاكر الاختبار مثلا جيبوا لي كلمة غير مرتبة وأنا أرتبها أعرف أول شيء subject وبعدين الكلمات هذه frequency بعدين الفعل بعدين تكملة الجملة. أوكي هنا we often eat at the food. Always شوف هنا جمال is late for school. الموقع الثاني هم قالوا قبل الفعل نكتب هنا قبل الفعل. أوكي زي عندنا هنا وهنا. هنا نشوف جمال is late. أها عندي هنا is فاكتب جمال is always. موقعها الثاني بتكون بعد الverb be. أول شيء عندنا هي قبل الفعل خلاص زي عند المثال الأول والثاني. أوكي الموقع الثاني لها تكون بعد الverb be. وش الverb be اللي هو is و are و am. اكتب هنا بعد الverb be اللي هو is و are و am فتكون هنا جمال is always late for school. هنا they hang out with other people وين الفعل هذا هو hang out فنيفر نكتبها هنا they hang out they never hang out. Sometimes what do you do after school وين الفعل هذا هو هذا يعتبر فعل مساعد هذا الفعل فنقول what do you sometimes do after school. If reading قراءة بنقرأ القطع كده على السريع. فهد goes to school Sunday Thursday يعني هو يروح المدرسة من السبت إلى الخميس. He works out 3 days a week يعمل 3 أيام في الأسبوع Monday, Wednesday and Thursday. He stays healthy all year يعني دائما إنه صحي طول السنة and he is not sick a lot وما يمرض كثير. He also hangs out with his friend ودائما يتمشى مع أصحابه after school بعد المدرسة and on weekend في نهاية الأسبوع. They go to the mall every Thursday. دائما يروحون للمجمعات في يوم Thursday. And they usually eat lunch in the food court. ودائما يأكلون الطعام في ساحات الأكل. He loves the pizza. He loves the pizza there. يحب البيتزا هناك. One time مرة من المرات he got Indian food. أكل Indian food. But he didn't like it. لكنه ما عجبه. So now he just eats pizza. بس صار الحين ما يأكل إلا بيتزا. He and his friends like to chat online a lot. يحبون يتحدثون بالأونلاين كثير too. But he has to do his homework before he can go online. بس إنه لازم طبعاً يحل واجباته قبل يروح الأونلاين. Some of his friends send him a lot of message. يعني كثير من أصحابه يرسلون كثير من الرسائل. But his friend قاسم ولكن صديقه اللي اسمه قاسم only send him one or two messages a week. يعني مرة أو مرتين بس رسائل في الأسبوع. قاسم doesn't have a lot of free time ما عنده وقت فاضي to go online إنه يروح للأونلاين ويتكلم معهم. قاسم goes to swimming practice يعني يذهب لتدريب للسباحة after every afternoon كل مرة بعد الظهر. Then he does his homework and goes to bed early بعدين ينهي واجباته وبعدين يروح ينام بدري. He can only go to the mall بس إنه يروح للمول once or twice a month يروح مرة أو مرتين بالmonth. But tomorrow, ولكن بكرة قاسم فهد and their friends are going to hang out at the food court. كل بهم هذول الحين الأصحاب بيروحون food court ساحات الأكل. They want to try the food at the new Indian restaurant. بيروحون يجربون أكل جديد في مطعم هندي. Right true, true معناها صح, false معناها خطأ. فهد goes to school 5 times a week. 5 مرات بالأسبوع. نقول true صح. ليه؟ لأنهم قالوا من صندي إلى يوم الخميس يعني 5 أيام. شوفوا مرات أهم نغير بالسؤال يكون واضح زي هنا قالوا إنهم ذهبوا إلى إنه يذهب من سندي إلى من اليوم الأحد إنه يذهب من الأحد إلى الخميس وهنا قالوا إنه يذهب 5 أيام بالأسبوع معناه صح كلها نفس المعنى. فهد works out twice a week إنه يشتغل مرتين بالأسبوع no false. فهد and his friends
Seldom eat lunch in the food court when they are at the mall. إنهم نادراً إنهم يأكلون في المطاعم. False. خطأ. لا دائماً يأكلون. Four. قاسم often send his emails. دائماً إنه يرسل إيميلات. False. خطأ. فهد never hang out with قاسم. إنه أبداً ما يتمشى مع قاسم. False. خطأ. Writing. الكتابة. List the actives. نسوي قائمة للactives الأنشط. You do in your free time. تسويها أنت في وقت الفري تايم. طيب. Then ثم. Write paragraph. تكتب هنا paragraph about how often you do the actives. كم عادة أو كم عدد المرات أنت تسوي هذا الأنشطة. Use frequency expressions. نستعمل هذه الكلمات اللي هو always and never. And adverbs frequency. وكلمات التكرار. هنا المطلوب نقسم الأفعال يعني من أي أفعال الأنشطة اللي أنا بسويها ويك إندز أي ويك دايز يعني الأيام الأسبوع وهنا فيكيشنز أيام الإجازة مثلا ويك إندز يعني نهاية الأسبوع go to shopping أو go to mall أذهب للتسوق أو المجمع clean my room إني نظف الغرفة ويك دايز أيام الأسبوع watch TV إني شاهد تلفزيون cook أطبخ stay home إني أبقى في البيت vacations الإجازة visit my relatives إني أزور أقاربي travel إني أسافر هذه الأفعال مليانة الآن وحدتكم كلها أنشطة منها عندنا هنا اللي hang out send email swimming practice swimming مثلا إني أتدرب بالسباحة كثير هنا مثلا speak English play football visit relatives read قرآن clean my room نظف الغرفة أفعال كثيرة هنا بعد cook design إني أصمم play golf speak English take photos إني أخذ صور أو إني أصور هنا بعد عندنا أفعال play volleyball كرة طائرة paint الرسم ride a bike ركوب الدراجة use a computer يعني أستعمل الكمبيوتر on weekends في نهاية الأسبوع I often غالبا visit my relatives إني أزور أقاربي and sometimes go to mall and sometimes بعض الأحيان go to mall إني أذهب للتسوق Every day, كل يوم, I cook and always stay home. إني أطبخ وأبقى في البيت, أجلس and watch TV وأشاهد التلفزيون. In vacations, في الإجازات, I travel with my family. أسافر مع عائلتي to visit my grandparents. إني أزور جداني أو grandmother أو grandfather. And I often, وغالباً, go camping. إني نذهب للتخييم with my father, مع أبي.